السؤال الأول، الأصل الأول الذي تسأل عنه في قبرك، من ربك؟ أولاً سؤال شيء قبر كده أنا تفوز كي يستار رب سوق ده. تقول ربي الله. طب وإيش ربي الله ده؟ الذي رباني أي خلقني ورزقني. هذا ربك زي فإذا كريم وما للرزق راكده ده. هذه تربية للبدن للظاهر. ده ظاهري بدني تربية ده. ثم تربية للباطن بأن الله سبحانه وتعالى أنزل الكتب وأرسل الأنبياء والرسل عليهم الصلاة والسلام. بيا باطني تربية ده شاء الله رب العالمين رسولان رالي قريدي وهغيبا دي كتابنا نازل قريدي. نعم، الله سبحانه وتعالى خلق الخلق ورزق الخلق، لابد أن يعبد. الله رب العالمين مخلوقات فإذا كده دي أو بيأي ورل الرزق ورقل دي لازم خبر هذا شده غي عبادة دي وكده. ولهذا كان من صرف شيئا من العبادة لغير الله فهو مشرك شرك أكبر، خالد مخلد خلود أبدي في النار إلا أن يتوب. تدي وجنا تشاتي مامولي عبادتهم ده اللهنا بغير بل جاء ده باروكو بل جاء تصرف كو غا شرك أكبر كي واقيدة وهميشة ده باروكو بجهنم كده. هل معنى هذا أننا نريد نكفر الناس؟ آية دي معناه دادا جمون خلقه تكافره وايو؟ لا، نريد أن نحذر نحن من الشرك ونحذر الناس منه. نا بل كمون لدا بكار دي خلق دي الشرك نا ويرو خلق خبرداركو داغي نزانو ساتي. الحكم على الأشخاص فلان كافر فلان مبتدع هذا ليس لنا، هذا لكبار العلماء للقضاء الشرعيين والله أعلم. بخلقه ما أني حكم كولك دا كافر دي ودا فلانه دا زمون كارنا دي بل كدا دي علماء دي كبار علماء دي قازين ودي قضاء كار دي.